أمها أم يحيى تقول إن هو ما شاء الله يحفظ القرآن ويصلي يعني بالجبر، لكن يصلي ولكنه لا يسمع الكلام، لا يسمع الكلام. شيخ انا كريم، يلح علي ان المساله تحتاج الى اظهار ما فساظهرها اي فاعطيني المساحه لاظهارها. الذي مات كافرا من اعتقاد اهل السنه والجماعه لا نجزم له بنار، ده اللي يقال. مش يقال نحكم بجنه او نار، لا نحكم بجنه او نار، عشان ما حتى لا. احنا قلنا هذا الرجل الذي ترحم وقع في المحظور، لا يجوز ان يترحم على من؟ على رجل كفر بالله وقال حد. لكن كاعتقاد اهل السنه ماذا يعتقدون؟ نقول لا نجزم له بالنار، هو من اهل النار لكن لا نجزم. طب لما لا تجزم وهو ملحد اصلا كافر بالله؟ لان لا نعلم بما ختم الله له، لا نعلم، هذا غيب. ولذلك ماذا نقول؟ في ظاهر حاله ان مات على هذا الظاهر هو من اهل النار بكفره، هو من اهل النار، لكن لا نجزم انه من اهل النار. هل اعتقاد اهل السنه والجماعه؟ حتى ما يبقاش في تجرؤ، ما يبقاش في تجرؤ وجرأة على الله عز وجل ونتألى على الله سبحانه وتعالى. ممتاز، هذا الاصل الذي كان ملحا ان ابينه، وسامحني على سوء ادب، لكن كان لابد ان ابينه. سيدي نحن نتعلم كالادب الجم، جزاك الله خير. نعود الى يحيى. يحيى، نعم. حياه الله على الاسلام. امين يا رب العالمين. الايمان. قد اتعب ابواه. يعملوا معاه ايه؟ اتعب ابويه. ابويه، نعم. نعم، فاتعبهما. فنقول له اولا، ندعو له. اللهم اهدنا واهديه، وثبتنا وثبته، ويسر لنا وله. اللهم ثبتنا وثبته على الخير. اللهم امين يا رب العالمين. ونسال الله جل وعلا ان يجعله قره عين لوالديه. فنقول، والامر الثاني يعني لابد للام ان ترعاه في اصدقائه. انا وانت كل منا اولادنا في السن، يعني السن الحرجه، نرى اخطاء لا يعلم بها الله. يعني انا كدت اموت كمدا لابني، او لانه في لازم يحدث اشياء فيها اخطاء، وانت لن تصحح الخطا الا ان ترى الخطا يقع. الحق المعول عليه الصحبه. الصحبه، وهذه الرجل بيكون مشغولا في حياته وفي عمله. المراه معول عليها في هذا الباب، فلتتقي الله ربها. اي زوجه، سواء زوجتي زوجتك، اي زوجه تتقي الله ربها، لانها تراعي الله في الاولاد، في صحبه الاولاد. الصحبه هي المهم، لان الصاحب ساحب. لا تسال عن المرء ولكن سل عن خليل. فالام اولا ترعى ابنها في صحبته، والامر الثاني ان تاخذه يعني باللطف وبالرفق وايضا بالمكافاه، لعله ان شاء الله يكون على خير، لا سيما ان هي قالت هو يحفظ القران. فيبقى المعول عليه هو النظر لايش؟ الصحبه. الصاحب ساحب. مع الصبر. مع الصبر والرفق. عليه تعمل. والرفق. ومراهقك بصلاته وصابر. 15 سنه برضه محتاج يتصاحب يعني. والامر الثاني في سن حرج جدا. يعني هو خلاص، هو يشعر انه كبر. ويعني على لا احد له سلطه عليه، على ولا احد له كلمه عليه، على مشارف الشباب. نعم، وسن في عناد. طبيعه السن ده محتاج انه يتصاحب، ويبقى فيه نوع من انواع التراحم، وما يبقاش كلها شده شده شده. والامر الثاني انه نعم، لازم يكسبه الشخصيه، يقول نعم وانا احترم شخصيتك، لكن نتجاذب اطراف الحديث. الصواب نفعل به والخطا هي المشكله. نعم، اننا نتعامل مع هذا السن على انه طفل، لابد ان يسمع ويطيع كل ما يقال له، دون حتى ان نحترم رايه. نعم، لعل عنده راي فنسمع له. بالضبط. والمسألة نعم، فيها غلو وجفو. نعم، إما أن يمحو شخصياته كلية وهذا مفاسد، وإما أن يكسبه الحق كلية وهذه مفاسد. نعم، لابد من الميزان والعدل في هذا الباب. وكما قلت، أركز الصحبة. الله أكبر. نعم.